بشرفنا ان نشارك في مشروع الام بي اي جونيور افريكا، حاجه بصراحه ولا اروع. يعني مشروع فعلا اختلط فيه التحدي بالعلم، حاجه جميله يعني، تنظيم ولا اروع، نتائج جميله جدا جدا جدا، حاجات كويسه قوي، مستويات يعني فوق الوصف. كان تحدي عندنا في فتره قليله ان احنا نعمل لعيبه في زمن قليل، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نعمل التشالنج دوت ونخوضه ونكسب فيه كلنا. يعني المشروع بصراحه تمت ادارته وتم التجهيز ليه باعلى ما يكون، من سواء من ادوات، ملاعب، مدربين، طقم اداري، دكاتره. بصراحه يعني البروجكت يعني كومبليتلي حاجه جميله جدا جدا، وتشرف مصرنا طبعا الحبيبه. احنا بالفعل واحنا بنعمل المحاضرات بتاعتنا اللي كانت في الاستاد القاهره الدولي، كان المحاضرين بتوعنا اللي مدربين السابقين في دوري الام بي اي الامريكي بيقولوا ان مصر فيها يعني قاعده عريضه جدا جدا من اللاعبين الواعدين، وفيها كمان مدربين على درايه وكفاءه عاليه قوي، فده اللي كان بيلفت نظرهم. فانا اعتقد طبعا ان عشان كده هم قرروا ان يخوضوا اول تجربه، ودايما اول تجارب لما بتنجح هي بتدي بوش لكل التجارب اللي بعد كده، وبالتالي التجربه نجحت نجاح يعني كبير جدا ومبهر بصراحه. بدر لاعب كان معايا في التيم، هو خد 3 بوينتر اوورد، خد جايزه الهداف الثلاثيه، هو لاعب رائع قوي واعد. مش بس بدر، في اكتر من 10 لعيبه هنا في البروجكت رائعين جدا واعدين جدا. بالفعل يعني النهارده شرفنا بوجود عدد كبير جدا من رؤساء اجهزه لانديه كبيره وانديه بتلعب في دوري الممتاز، ابتدت تتكلم بشكل مباشر مع اللعيبه، واحنا كمدربين كان هدفنا كمان ان احنا نوجه اللعيبه بعد البروجكت ما يخلص للتكمله الطبيعيه. يعني كل لاعب من دولت ابتدى، احنا حسينا ان هو ابتدى يتحرك، فنبتدي نوجهه عشان يكمل طريقه الصحيح، سواء كان في نادي بيلعب في الاي كلاس او نادي بيلعب بي كلاس. فدي حاجه كويسه جدا، لان احنا بالفعل توصلنا لاكثر من 20 لاعب من البروجكت عندنا هينضموا وينولوا شرف الانضمام للانديه المصريه. الحمد لله كسبنا النهارده البطوله، كانت تجربة جميلة جدا، كلنا استفدنا منها، حتى اللعيبة استفادوا كتير قوي منها. أول ما بدأنا كان اللعيبة لسه جاية لنا، يعني كانت بتحاول ازاي تعمل دريبل، كان في لعيبة بعض اللعيبة يعني بيعملوا دريبل كويس، في بعض اللعيبة كان لسه بنتعلمها من أول جديد. فلا الحمد لله كانت تجربة جميلة جدا، عادت بالنفع كتير جدا على الولاد، والحمد لله شفنا حتى الفاينل، كان فاينل ند الند مع الليكرز، كان فريق قوي جدا، في ناس كتيره مميزه فيه، حتى في خالد، خالد كان لعيب كويس جدا، حتى واخد اللي هو التوب سكور تقريبا. فلا في لعيبه كتيره ممكن يشاركوا في الدوري، ممكن لعيبهم لعيبه جامده جدا مميزه جدا، ممكن يبقى هم الام في بي بعد كده يعني ان شاء الله في الفرق بتاعتهم ان شاء الله الجديده.